كلمنا عن تكريمك النهارده يا حماده في في الجامعه البريطانيه. انا سعيد ان انا بالتكريم ده طبعا مهرجان عالمي حاجه حلوه جدا. الجمهور كله مستني المداح 4، هل هيكون في جزء رابع؟ ان شاء الله باذن الله. لا ده تطمن مشاكل ودخلت المستشفى. والله لسه انا ما سمعتش الموضوع فعلا. لقيته دخل عليكم معايا انا المستشفى من يومين. خرجت بس يعني صبها يعني انا المفروض اطير. كلمنا عن العمل اللي جاي. لازم تتكلم ان شاء الله. لا مدام لوسي اكيد مش عارف الف سلام عليها طبعا يعني ما اعرفش ايه الموضوع بس مش بسبب المداح يعني بس هي الله يشفيها ويخليها لابنها ودي اختنا الكبيره وعزيزه على قلبنا. هو قلت في عمل سينمائي بيتحضر دلوقتي كلنا بقى. طب الاسم انت ايه تفاصيل؟ انت قلت انا بعيد عن السينما عشان خايف عليها. ايه التصريح الغريب ده؟ لا مش خايف ليها، خايف على اللي بتابع السينما. خايف منها. طب ايه اللي شجعك على الفيلم الجديد؟ انت سمعتي مني خايف عليها؟ لا قريته. استاذ حماده بيبقى خطا، يبقى اكيد الصحفي استاذ حماده انا قصد خايف على حد تبعه. لا انا مش خايف على يعني اكيد خايف ان انا يعني انا نفسي اعمل عمل في السينما يكون مختلف زي ما عملنا في الدراما حاجات مختلفه. واصلا انا بدايتي كانت سينما بس السينما دلوقتي محتاجه رجوع ليها بعمل مختلف جدا. فان شاء الله قريبا يبقى في عمل ممكن نشوفك نشوفك في المسرح قريب. العربية في مهرجان تريكور الفرنسي. والله لو سمع كان كنت هرد عليه. كنت اتكلم تمام مصر بالافلام القصيره جدا والنهارده استضافه مهرجان تريكور الفرنسي على ارضها تكريمك لي. ممكن نلاقيك في المسرح قريب بما ان دراما وسينما وكده ان شاء الله ممكن. طبعا الاغنيه اللي انت لسه منزلها نجاح كبير جدا. اتحط اللي جديد اعمال غنائيه برضه في اغاني بقى لها فتره من يعني مش هنقول كلمه منقوله بس هي كانت احنا مختارينها بس هي بيتم تنفيذها اليومين دول ان شاء الله. يلا نتمنى طبعا يعني يلا بعد اذنكم.